إذن قال: وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. كلام عجيب جدا. هي سهلة بالدعوى واللسان، يعني كل يدعي بأنه رضي بالله ربا. واش كاين شي واحد يقول لك لا لا سيدي انا ما رضيش بالله ربا، لا انا ما رضيش بالاسلام دينا؟ كل شيء كيقول لك رضيت بالاسلام دينا، ولكن ارانا تطبيق حينما ننظر الى احوالنا، الى عبادتنا، الى معاملتنا للناس، لا هذا الشيء لا دخل في الاسلام. حينما اسب الناس او اشتمهم او انتقص من شانهم او كذا، هذا راه خرق، راه كان غادي وكان خرق في هذاك الاديم، هذا كتوب اللي بغيته أن يكون ناصع وبيض وزين، أنا غادي كنشرك فيه حينما أخالف تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام. إذن لذلك قال: هي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها، إن كاين شي أمور اللي يمكن تجيك موافقة لنفسك، أي ما كاين مشكل، فرض علينا الله عز وجل هادشي ما كاين مشكل، ولكن هذه لا لا هذه صعيبة. علاش؟ لأننا عندنا المصلحة في مخالفة أمر الله عز وجل. شوف رافع بن خديج رحمه الله تعالى كان يعامل الناس معاملة في الزراعة، كيكون عنده أرض كبيرة وكيقسمها وكيقول لواحد الخماس ذاك الذي يعني يعمل في الأرض، كيقول له غادي تحرث هذه الأرض كلها وغادي تعتني بها حتى إذا جاءت الغلة فإنك تأخذ هذا الشق وأنا أخذ هذا الشق. ماشي كيقسم معاه مثلا، دابا المعاملة الشرعية هو أن يأخذ ذلك بالخمس أو الربع أو حسب ما اتفق عليه. كيقول له الغلة مثلا جات أربعة ديال القناطر، غتاخذ أنت قنطار وأنا ناخذ ثلاثة القناطر، ولا أنت جوج قناطر وأنا جوج قناطر، على حسب داك الشيء الكلفة والتعب وكذا. لا هما ما كانوش كيديروا هذا، كان كيقسم معاه الارض، كيقول لي شوف هذيك اللي في جهه الشمال هذيك ديالك، وهذه اللي جهه الجنوب ديالي. قال: فربما انبتت هذه ولم تنبت هذه. ممكن هذيك الارض اللي هي خصصها لذاك العامل ما خرجت والو، والارض ديال صاحب الارض هي اللي خرجت الغله، وكيولي مسكين هذاك تعب العام كله وما حصل حتى شي حاجه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اش قال سيدنا رافع؟ قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انفع لنا. طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انفع لنا، وهذه راه خص يديرها المسلم في كل حياته. طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انفع لنا. شي حاجه اللي كيبان لك انت راه حرمها الله وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا راه تنروجوا بها الحركه وحنا راه ندوزين بها الوقت، وانتم كتجيو تشدوا. والله الان دابا انا كنتعجب، انا بعض الناس يسالون عن اشياء وحينما يرون الجواب كيبداو كيسبوا. دابا ولينا واحد الحاله يعني عجيبه. يعني كان واحد الوقت الناس ما كيقبلوش، يعني اللي فيهم دخان ما كيقبلوش اقوال العلماء والمفتين. لا الان ماشي ما كيقبلش، كيسب ويشتم. علاش؟ لانك انت قلتي لي هذا الشيء حرام، خاصك انت تقول لي حلال وصافي، واخا تخالف دينك وتخالف العلم الذي تعلمته والقواعد التي يعني ترجع اليها وتستنبط منها والعلماء الذين اصلوا. لا لا قل لي هذه، انا سولتك. علاش سولتك؟ سولتك باش تقول لي حلال. ايوا انت راه ماشي كتسول، انت تريد ان انت عندك بحال ديال المقاطعه، تريد تصحيح الامضاء. قلت لي قال لي زيد داكشي، انا لست ذاك. سير عند شي واحد، راه كاينين اللي قال لي زيو في جهات اخرين. اما انا ف يعني اذكر لك ما ادين الله به. قبلتيه تبارك الله، خالفتيه، انا ما غاديش نتبعك. ماشي غادي نتبعك نقول قلت لك هذيك حرام علاش مشيتي ليها. انا لست قاضيا، وانما انا افتيك وكنقول لك هذه راه حرام. اذا انت ان قبلت قولي وما استدللت يعني به من نصوص الشرع ومن قواعد الشريعه فذاك، وان رفضته واردت ان تقامر بدينك وان تلعب ففعل ما بدلك. ولكن علاش كتبدا تسب وتشتم وانتم كذا وانتم كذا؟ وغير قبل ذلك بلحظات كنت تبجل
واحد قبل ذاك الشيء كنت كتقول عافاك يا سعادة الشيخ وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر وليتي كذا. علاش؟ لانه ما افتك بما تهوى نفسك. هذا يعني من الامور القبيحه التي صارت في الناس عياذا بالله. الله المستعان.